ما حكم التسمية بالإمام الأعظم؟ وهل هذه التسمية صحيحة؟ التسمية فيها شيء من الغلو، ولو كان إماما أعظم ما كان هناك ما يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم، لكن فيها شيء من الغلو. ونعم أحمد بن حنبل أجل وأجل وأجل من أبي حنيفة، كذلك أيضا الشافعين، كذلك أيضا مالك، كل هؤلاء يعتبرون أجل وأبقى وأعلم من أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم.